حسين عبدالله، نجيم عبده ومحمد يوسف على الأطراف الدفاعية، يوسف بن جلود وقاسم نداهما في وسط الميدان، ثلاثة لاعبين يوسف مشمانجا، سعيد بكاري وفايز سليماني، والثنائي الهجومي فؤاد بشيرو والفردو بن نبوهان، المدرب هو السيد أمير عبدو. كنتم طاب أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ثاني مواعيد المجموعة الثالثة من نسخة كأس إفريقيا للأمم في نسختها رقم 33 تقدم لنا اليوم مباراة المغرب وجزر القمر باستاد أحمد عيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي. المنتخب المغربي يتقدم اليوم بصفته متصدر للمجموعة الثالثة رفقة منتخب الجابون بثلاث نقاط مرصعا بانتصار هام على حساب البلاك ستارز منتخب غانا بهدف سفيان بوفال. وجزر القمر الذي رغم الخسارة ضد الجابون قدم وجها مشرفا ويريد رفع التحدي ضد المنتخب المغربي. مواجهة هي ستكون بين المصنف 28 عالميا والثاني افريقيا اسود الاطلس منتخب المغرب والمنتخب المصنف رقم 132 عالميا منتخب جزر القمر. اكيد الفوارق كبيرة لكن حقائق الكرة مثيرة وحقيقة الميدان في لغة المنتخب المغربي في المباراة. وهذه الكرة براس عدات على الكل وعدات على ادم مسينا وخارج كرة خطيرة مغربية والكرة والهنالك ضربة جزاء. الحكم صادق السالمي يقول لا والف لا. كان سامي معي في وسط الميدان الدفاعي، عز الدين اوناي يخلي مكانه لتسودالي وايوب الكعبي ياخذ مكان كرة سفيان بوفال وكانت اخر لمسة رائعة وسريعة لعمران لوزا. عمران لوزا في نار بيع إمكانية هجومية أخرى أيوب الكعبي في مونديال قطر 2022. كرة طويلة من التسوداني، التسوداني يوزع الدفاع يسد ويرد والركنية مغربية بشرارة قوية. خلق المساحات لكن بجانبه كذلك كان سفيان بوفال في المنتخب المغربي منذ يوم 15 أغسطس 2019 25 مباراة. كرة طويلة على مستوى القائم الثاني وفوة من ياسين بونو، هفوة في التصدي من حارس اشبيليا مرت بسد يغير بكرة تأمينات أيوب الكعبان يوزع حكيمي وإمكانية هجومية تغيير وجهة اللعب تماما للمغربي أمام متذيل الترتيب لليسار تدرج محاولة تدرج بالكرة التصدي من سفيان امراه التصويب وما زالت وفيها جول والهدف الاول جول 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 سليم من الله سليم من الله كان معك الله. والمنتخب المغربي متحدي متحدي نار نار يا حبيبي نار للمنتخب. ممتاز الحكيمي يحضر حكيمي جول قمر كرة طويلة للكعبي أيوب الكعبي نجيم عبدو يحاول أيوب الكعبي والفريقيا للأمم دون العشرين عام في زامبيا في 2018 ويشهر البطاقة السفراء أولى البطاقات السفراء في هذه المباراة. يتسرع كرة في دار المدافعين واتفارد الانجليزي هذه كرة رائعة ما تعديش وهذه كرة أخرى بهجمة عدي للسرعة قوة رهيب تصويب لكن بعيد بتفاعل واحد على لوزيتش. تصويبة أخيرة محمد التيمومي أحمد ليمان ومبارك الفيلالي واليقظة من الحارس طويلة في ظهر الدفاع بعيدة يوزع بعيدا ايوب الكعبي لعب برا اخرى سفيان بوفال اشرف حكيمي قدمتها مندوب الكاف في اللقاء الذي كره ايوب
يا ايوب جول، ايوب جول غريبة، ايوب الكابي المتحدي وحده كان وفعل يوزع. يا رومان يا سايس، رومان سايس يكسر العارضة. ايه كان حكيمي، حكيمي يكسب ركنة يتاتي سوداني، كانت جزر القمر تعدي الكرة، عملية سريعة. 2016 كرة طويلة، تغيير كل للعب، وجه لسليمة. اوه تدخل قوي، هنالك إصابة، إصابة تتال في السليماني، قد تستوجب من فيها جول، فيها جول. لا غريبة، غريبة من أيوب الكعبي، متردد في التمركز أيوب الكعبي. غانا سفيان يعدي تيسوديلي، كرة بدون حكيمي يوزع، وإمكانية تيسوديلي مرة أخرى، ربما جماعيا هذه كرة. سفيان بوفال يحضر، فيها جول أم لا؟ سفيان بوفال غير اليمين لحكيمي، حكيمي بدون تعليق، نو كوماند على السرعة في الإيقاع، هذه الكرة جول لاربي وفجر عادي. وضعية إمكانية التعديل، مراوغة وتسويب، لكن ربيع والراس غريبة، غريبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة بقى طبعا الدنيا ساعة وبندور على اي حاجة بنتلكك عشان ايه نشربها في الساعة. عملنا بقى البليلة ان شاء الله، هي جميلة قوي لو دقتوها تعجبكم قوي. انا بجيب الغلة قبلها بيوم بالليل وبغسلها حلو وبنقعها لحد الصبح، وبدلق المية اللي هي منقوعة فيها وبغسلها تاني وبحطها على النار، وتقعد تغلي بالمية لحد بتاع ساعة كده، ومغطيها واسيبها واطفي عليها لحد ما تفتح كده من بعضها. وبعد كده بغلي اللبن واحط البليل على اللبن والسكر، وساعات ولادي حد بيحب جوز هند بنحط له جوز هند عليها، وبتبقى جميله قوي. طبعا كل سنه وانتم طيبين بقى. الشتاء ودي احنا بنعمل اليومين دول حاجات كده بنتلكك فيها عشان ايه ندفى يعني. وتفضلوا معانا وما تنسونيش بقى ان شاء الله في اللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.